مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994. بدأت الجريمة حين دخل الإرهابي باروخ جلدشتاين ومجموعة من مستوطني كريات أربع المسجد الإبراهيمي، حاملاً بندقيته العسكرية الرشاشة والقنابل اليدوية وكميات كبيرة من الذخيرة، ثم فتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود. وقد نفذ جلدشتاين المذبحة في وقت أغلق فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وفي وقت لاحق لهذه العملية استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد، وقد راح ضحية المجزرة نحو 50 شهيداً، قتل 29 منهم داخل المسجد. فكانت هذه المجزرة بتنسيق وتواطؤ بين المتطرف اليهودي وجيش الاحتلال. انتفض الشارع الفلسطيني إثر هذه المذبحة، وقامت حماس بالرد بشن 5 عمليات ضخمة متتالية نظمها القائد يحيى عياش. فقامت إسرائيل بشن هجمات متوحشة قتلت فيها عشرات المدنيين الفلسطينيين. قدمت حماس مبادرة لإسرائيل تعرض فيها توقف إسرائيل عن قتل المدنيين الفلسطينيين، مقابل أن تتوقف حماس عن قتل المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن إسرائيل رفضت واستمرت في هجماتها على المدنيين العزلة. اضطرت حماس للتهدئة حتى تجمع صفوفها من جديد، خصوصاً بعد اعتقال القيادة السادسة لها، بينما طالبت منظمة التحرير الفلسطينيين بوقف الانتفاضة متعهدة لهم برد الحقوق وتأمين الشعب الفلسطيني. تحت هذا الضغط العسكري والسياسي توقفت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1995 بعد أن سقط 1392 شهيدا. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.